يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة لإسناد الجهمية، هل يتوقف على اليهود أم يصل إلى فرعون؟ لأنه قد قال: ما علمت لكم من إله غيري، وكذلك لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، فهل يكون؟ نعم، هو الكفر ملة واحدة من أول الخلق إلى آخره، فهم من جماعة فرعون، هم من جماعة فرعون وغيره من المعطلة. نعم، لكن فرعون يقول ما فيه إله نهائيا، وهم يقولون فيه إله، لكن ما هو لا فوق ولا تحت ولا يمنى ولا يسرى ولا داخل ولا خارج ولا. نعم.